قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو عجز المخلوق وقدرة الخالق، وبيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو عجز المخلوق وقدرة الخالق من وجه آخر، فإن المصنف أعاده تقريرا وتأكيدا، فإن المصنف أعاده تقريرا وتأكيدا، وفرق بين الترجمتين بأمرين، وفرق بين الترجمتين بأمرين: أحدهما أن المضروب مثلا في عجزه، أن المضروب مثلا في عجزه في الترجمة السابقة هو المعظم عند المسلمين والمعظم عند المشركين من المخلوقات، هو المعظم عند المسلمين والمعظم عند المشركين من المخلوقات، فالمعظم عند المسلمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين هي أصنامهم التي يعبدون من دون الله. وأما المضروب مثلا للعز في هذه الترجمة فهم الملائكة المقربون، وأما المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة فهم الملائكة المقربون، والآخر أن المتقدم ذكر عجزه في الترجمة السابقة هو مخلوقات من أهل الأرض، أن المتقدم ذكر عجزه في الترجمة السابقة هو مخلوقات من أهل الأرض، والمذكور عجزه في هذه الترجمة هو مخلوقات من أهل السماء، والمضروب والمذكور عجزه في هذه الترجمة هو مخلوقات من أهل السماء وهم الملائكة المقربون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعض فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر ذكرنا بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:
فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع الذي لحقها، أي أزيل عنها الفزع الذي لحقها خبرا عن الملائكة، والآخر في قوله وهو العلي الكبير، والآخر في قوله وهو العلي الكبير. فبين الله عجز الملائكة بفزعهم وقدرته بأن له العلو والكبر ومن كان عاجزا لا يصلح أن يكون معبودا، ففيه إبطال عبادة الملائكة، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه. ومعنى قوله خضعانا أي خضوعا، وهو بفتح الخاء والضاد، ويروى أيضا بضم الخاء وسكون الضاد خضعانا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه تفسير للآية المذكورة يجري مجراها في بيان معناها. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث لم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف ويقوي أصله الحديث السابق ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من وجهين: أحدهما في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، والآخر في قوله وهو العلي الكبير على ما تقدم من أن نعت الملائكة يدل على عجزهم لما يعتريهم من الصعق فيخر لله سجدا، وأن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة بما له من العلو والكبر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لا حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. أي عشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجداً.